نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي سامي فريدو الشوكولاتة. ومقادير السامي فريدو 200 جرام شوكولاتة مذابة، 50 جرام زبدة، 6 بيض، 200 جرام سكر، 1 معلقة صغيرة ملح، 1 معلقة صغيرة كريمة التارتر، وعندنا 300 جرام كريمة مخفوقة. هنحط السكر على النار مع شوية مية صغيرين، هنخلط الزبدة والشوكولاتة مع بعض، وهنبتدي نضرب صفار البيض في العجانة أو البيض الكامل في العجنة لحد السكر ما يجهز. أوكي. ودلوقتي هنحط البيض في العجنة ونبتدي نخفقه لحد السكر ما يكون جاهز، وبعدين هنحط السكر على البيض. نحط الملح وكريمة التارتر مع البيض ونكمل نخفق. زي ما احنا شايفين البيض والسكر لقوا لونهم فاتح وفيهم هواء كتير، فهيبقى السامي فريدو هيبقى هش وخفيف. دلوقتي هنقلب معاهم الزبدة والشوكولاتة اللي سيحناها، وبعدين هنحط الكريمة المخفوقة. وبعدين هنجيب لو عندنا صينية عادية بس يكون القاع بتاعها بيتشال هيبقى أسهل، أو هنجيب اللي هو القالب اللي بدون قاع ونحط كلينج فيلم تحت علشان لما نحط السامي فريدو ما يطلعش من بره القالب، لو احنا متأكدين ان الصينية بتاعتنا مسطحة مظبوط يبقى مش هنحتاج نحط الكلينج فيلم. هنحط السامي فريدو وهنسويه، وبعد كده هندخله الفريزر علشان يجمد ونقدمه مع بعض. وده بيكون شكل السامي فريدو بعد ما بتطلع من الفريزر، وهنزوق حواليها بشوكولاتة مبشورة